شو عم تعمل انت؟ خلصت فيما خلصت خلاص؟ خلصت فيما كله سوا للصيحة كله سوا؟ شو هيا؟ انا هلا انتبهت شو؟ شو هيدا؟ شغالة ها؟ شغالة يا زلمة شو عم تحكي؟ ها؟ بس هيك فاني هتحطوا له هيك مسجلة؟ ايه بس شو؟ شغالة هي ضوت شو عم تحكي؟ ها؟ طلع صوت يعني؟ حسين؟ حسين؟ مستحيل يا زلمة ليش انا بكرهك بس تنزل بكير؟ بكرهك بس تنزل بكير يا زلمة ليك ما اللي مسجلات؟ لا 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 انا قلت لك مليون مره معش ركب هيك مسجلات للزبائن يا ويلك من الله شو حبيبي اسمع اسمع شوي لك حسين انت اسمع 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 خلص راحت هيدي انسى الكسر هلا انا بقول له لزبوني يركب اندرويد اسمعني شوي صغيره مش معناتها انا كسرت انا ببعش منه اذا الزبون اجى تلت ومعوش مصاري بعطيه هي حق $30 يعني فده سرميته بس هيك فون وفي ما وقصة وحكاية ورواية يكون هيك مسجلة بتقول له لزبونك انا كسرته وبيركب مسجلة اندرويد غير هالحكي ما في معاش ينفس على الشغل ليه؟ وحكيات اختي معاش ينفس هلا انت زلق نوع يركب مسجلة اندرويد طلع انت بحيات ربك انت بتقدر تكون بسيارتك وحيات الله المزبوطين معاش ينفس على الشغل طلع طلع لك يا ويلك من الله خلص راحت المسجلة انتهت لك ليه 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 لك بس بدي افهم ليه 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 حر انا حر انت عشان ما لنا منظر بتعرف شو ما لنا منظر معش تنزل نهار احلى شغل قسما بالله العظيم قسما بالله العظيم انه هذا الفيديو مش سكتش وهذا الفيديو مليار بالمية صح كل واحد بده يجي لعندي على المحل مركب هيك مسجله بدها تتكسر لو معوش مصاري بس يصير معه مصاري بيجي بركب مسجله عنده يا ما يجيش لعندي انت سكت فكر اقول لك سكت تليفون تليفون خلص سكت لك يا عفو الله وينك خلصت مع مين عم تحكي ليك 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 قدامك صوت ليك ليك قدامك صوت مش كسرت الشاشه قبل شوي وخلصت كان زعلان ليك هلا هلا تعمل له هيك بهز ليك صحيح الزلمه لبصني فيها للمسجله وركبتها على حسابي بس شوف محلها شوف شوف لو انا كسرتها للمسجله ما عنديش مشكله بس نصيحه من خي لخيو يا هيك بتجي لعندي يا ما تجيش طب شغل اوريجينال واي فاي فيسبوك واتساب جيبها اذا فيك تجيبها كالكوليتر بقلب الحاسب كرمال تحسب يعني بس سؤال صغير الواحد كرمال يجي لعندك شو بيعمل بيسرق ولا بينهب ولا بجمع الضيعه ما يعمل شيء شو يرميها على الله ويجي لعندي يرميها على الله يرميها على الله وتعال عندي تحطش مصاري بجيبتك ونزل على سباكو اخر همنا مصاري يا حبيب قلبي نحن بس صيتنا حق مصاري صيتنا حق مصاري تعال عنا عصايده شرق اللي قدام مستشفى طليعه بس في ناس يقعد تحكي عم بتتقتق طيب بس بدي افهم شغله بس بدي افهم شغله بس بدي افهم شغله ثقه بالله شو نجاح باذن الله منتهي يا بابا شوف اذا فيك بس فيني افهم شغله صغيره كمان ليش اليوم هيك حالق منظف وابصر شو حالق من تحت ومن صراحه صراحه مزبوطين عندي قاعده اليوم مع ناس كثير كبار كثير كبار كثير كبار مين هن مش شوي بس نصير نصور وارجيكم مين هن بتعرفوا انا مع مين اليوم كنت يا عفو الله منتهي لك لك ذكر وحياه اختي منتهي يا بابا